يا جماعة، السفر بإقامات مجانية حول العالم. اللي متابعني من فترة عارف إن أنا فول تايم ترافلر، وخلال السنتين دول عشت في بيوت وفيلل وشبه قصور ومنتجع كمان خاص بيا، هوريكوا صورته في الفيديوهات اللي هتنزل الأيام الجاية ببلاش مجانا لمدة سنتين. أنا بعيش في بيوت خيالية، أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا في يوم من الأيام إن أنا هقدر أعيش في البيوت دي وأنا بسافر، بحس فيها بالاستقرار، لان كل بيت بقعد فيه ما لا يقل عن اسبوعين، فيه ساعات بتوصل ل7 اسابيع وممكن اكتر كمان. الفكره كلها ان انا قدرت اتعلم اساليب واستراتيجيات السفر الاقتصادي اللي دايما بعلمها لكم على انستجرامي، وكمان بعمل لكم فيديوهات عنها على قناتي باليوتيوب. حلقه النهارده، عشان دايما بتسالوني ايه علاقتك باصحاب البيوت اللي انت بتقعدي فيها، ازاي انت بتامني للناس اللي انت بتعيشي في بيوتهم، انت ازاي بتتعرفي عليهم، انت ازاي بتقدمي في التطبيق، وحاطه لكم اسم التطبيق في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تحجزوا من عليه وتلاقوا اقامات مجانيه حول العالم في السفر، وده هيوفر لكم 75% من ميزانيه السفر بتاعتكم. وانا بعمل الايديت النهارده حسيت ان الفيديو ممكن يتوهكم شويه، فحبيت اعمل المقدمه دي ان ازاي انا بقدر اسافر وبعمل بلاقي اقامات مجانيه حول العالم في سفري واكتر من سنتين. في حلقه النهارده استضفت لكم جودي. جودي هي استراليه عايشه في المكسيك هنا. انا عشت في بيتها، بيتها عباره عن طابقين فيلا ببسين، وعشت قعدت في عندها فترتين، اول فتره قعدت اسبوعين، تاني فتره قعدت تقريبا من 5 ل6 ايام، كانت هي مسافره يعني اجازه صغيره في مدينه المكسيك ورجعت تانية لمنطقه بها كاليفورنيا اللي هي فيها بيتها. فقعدت في بيتها فتره حلوه، ان انا استمتعت بالبيت وكل ادفانتج والفاسيلتيز الموجوده في البيت، من عجل، من كاياك، من اي حاجه موجوده في البيت اقدر استخدمها طبعا ما بعد ما نعمل الدين ما بين بعض. الفكره ان انا اتعرفت عليها عن خلال التطبيق وعملنا فيديو كول، وكل التفاصيل هحكيها في الفيديو مع جودي. فبس انا عملت الفيديو مع جودي عشان احسسكم او اوريكم اصحاب البيوت اللي انا بعيش فيها، احنا علاقتنا مش يعني مش هات وخد وخلاص وباي باي، احنا بنتحول لاصدقاء، ودي احلى حاجه ان انت في السفر تقدري تعملي اصدقاء وتتعرفي على ناس وانت بتسافري، ويكونوا يعني زي عزوتك، لان في السفر خاصه لو انت فول تايم ترافلر زي او حابه ان انت تسافري، حلو ان انت يكون ليكي زي عيله صغيره اصحاب، لان في السفر بيحصل لك مواقف ممكن تحتاجيهم. انا ساعات بحتاج جودي اقول لها انا عايزه فاتوره كهرباء وفاتوره الميه عشان بقى ايه بقدم على اقامه او بعمل اوراق. طب انت بقى لك كام سنه قبليه عايشه هنا في البلد، ايه نصيحتك في الموضوع الفلاني؟ فالموضوع بيتحول لصحوبيه، خاصه ان احنا يعني هي بتبقى مسافره ومأمنه على بيتها معانا. الكونسبت عند الاجانب ان هم لما بيسافروا بيحبوا يسيبوا حد في البيت، خاصة اللي هم عندهم حيوان أليف ما بيحبوش يسيبوا الحيوان الأليف بتاعهم في فندق الحيوانات، لأن هم بيعتبروا الحيوان الأليف بتاعهم ده جزء من العيلة. تاني حاجة إن هو بيبقى فيه ناس بتيجي البيت بتنظف زي عاملة النظافة، الجناين اللي بيجي ينظف الجنينة، فهم لو سافروا وقفلوا البيت الناس دي مش هتعرف تشتغل، فهم بيحاولوا إن هم يخليهم يفضلوا يشتغلوا. لو في اي حاجه احنا يعني بنبقى على تواصل على الواتساب ان في الامر الفلاني ايه رايك فيه، فاحنا بنبقى زي مانجنج البيت وبناخد بالنا من الكلب بتاعها او القطه بتاعتها، او لو في نباتات داخليه جوه البيت احنا بنرويهم، في المقابل ان احنا بنقعد في البيت ببلاش، بنستمتع بالبيت، مش مضطرين نشتري اكل كتير لان الثلاجه بيبقى فيها اكل، ومش هروح السوبر ماركت اشتري ملح وفلفل وكمون، كل الحاجات دي بتبقى متوفره في البيت. هما بيبقوا ذوق سايبين لنا صراحه يعني حاجات يعني قيمه في الثلاجه ان احنا نقدر نستخدمها، ولما يقولوا لنا هيلب يور سيلف ان احنا نقدر نستخدمها. ساعات بيجيبوا لنا هدايا وهم راجعين، يعني جودي هي راجعه هي عارفه ان انا بحب البهارات والتوابل، جابت لي هدايا من استراليا وجابت لي شوكولاته اللي انا بحبها وجابت لي بهارات اللي انا بحبها وجابت لي حاجات يعني قطع كده جميله لبس من استراليا. فالفكره كلها ان انا بس عامله الفيديو ده عشان اطمنكم واقول لكم شايفين ده بالمثال الحي علاقتي مع اصحاب البيوت. فيلا بينا نبتدي الفيديو مع جودي. انا عملت معاها انترفيو صغير كده بسيط، وفي الباك جراوند كان جوزها وجوزي والكلب بتاعهم، فعملت كده لقاء ظريف لان هم جم زارونا في مكان تاني، وعملت فيديو هحط لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس. احنا كنا سيبنا يعني سيبنا البيت بتاعهم ورحنا قعدنا في مكان تاني، كنا عاملين بيت سيتنج او هاوس سيتنج في مكان تاني في منطقه تانيه. هم سقوا العربيه بتاعتهم بتاعت مش عارفه 4 ساعات او حاجه من منطقه كابو لمنطقه لافنتانا عشان يقضوا معانا يومين.
هم حجزوا اوتيل بره، بس احنا كنا بنتقابل في خلال اليومين دول واستمتعنا، ورحنا اخدنا فطار مع بعض وعشاء مع بعض واستمتعنا بوقتنا، وهم كمان سوا عربيتهم جم هنا عشان يستكشفوا لافنتانا اول مره يجوا. العلاقه بتبقى جميله جدا وظريفه. فانا الفكره كلها ان انا بشجعكم ان انتوا تسافروا بميزانيه صغيره اقتصاديه، مش مستحيل تقدروا تعملوا كل حاجه وتسافروا، بس دايما خلي عندكم ذكاء، ذكاء كده ان انتوا تبقوا كمان منفتحين، مش المنفتحين اللي انتوا يعني اكسبت كل حاجه، لا، انفتاح ان احنا نحترم الثقافات الاخرى ونتقبلها، ويبقى عندنا كده بياض، نظافه من جوانا، مش كل حاجه كده ناخدها على قلبنا، لا عادي. انت عيشي حياتك واللي حواليك هيعيش حياته، واعرفي ان انت دايما هتقابلي او هتعملي اتراكت للناس اللي شبهك، هتعملي اتراكت لكل حاجه حلوه جواكي، انت هتعملي لها اتراكت. طول ما انت مركزه على الحلو هيجي لك الحلو، طول ما انت مركزه على الوحش هيجي لك الوحش. واتكلمنا على موضوع المانيفستيشن وطاقه الجذب والكلام ده كله في الفيديوهات في بودكاست كلام بنات. فاتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، بس ما تنسوش يلا دلوقتي تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتشيروا الفيديو مع اصحابكم اللي هم حابين يسافروا العالم بس معهمش فلوس كتيره، ميزانيتهم محدوده، ان تقولوا لهم ان انتوا تقدروا تسافروا زي شيماء بميزانيه قليله، لان انا مصروفي بالسفر اقل بكتير من مصروفي ما كنت هصرف في بلدي. فيلا نبتدي الفيديو، ما تنسوش السبسكرايب وتكتبوا لي كل اسئلتكم بالكومنتات. اوكي اوكي I'll try to answer in short. Sorry. That's okay. Okay. Hello, Jyoti. Thank you for being here today in my podcast. My pleasure. Okay. I would like to chat with you about the concept of house / pet sitting. Okay. Sure. You were about to travel to Australia and send a request searching for a pet sitter for 4 weeks. Yes. And it was 4 weeks, right? Because we argumented about the period because we forgot. Yeah. We did pet sit for you like 4 weeks. It was for two weeks. 2 weeks. It was for 2 weeks, but we did have another pet sit that was for 3.5 weeks. That oh, was yeah. So we did twice. Yes, yes. So the second time that we called you back was an unplanned mini trip that you happened to be available for. Yes, to Mexico City. So why do you prefer to have a house sitter in your home when you travel? One, our dog Taco likes to stay at home rather than actually go somewhere else to be looked after. Yeah. So it's important for us that he feels as comfortable as possible, given we won't be there. We also have some requirements day to day with regards to maintaining our home with the swimming pool out the back. We like to keep our cleaner working, so we like to give her the work every week. So there's a couple of reasons, but mainly Taco feeling comfortable is the priority. So you don't prefer to put your pet in a pet hotel, right? No, God no. No, Taco would not be happy. What helps you build trust with a sitter? What precaution do you take when booking a pet sitter? So every pet sit we've ever done, I've always video interviewed first. Yeah. Some of it is sensory, so through the video you get a good feel. Yeah. And also by the types of questions that the sitters ask makes you feel a little bit more confident. Yeah. I have a very, very detailed house sitting guide. Yeah. And I send that to the sitters before they come so that I can get their reaction. If the reaction's positive to the detailed guide, then that's a good thing. That helps build more trust for me too. So a number of different elements through the process. I also require photo ID, so passport, driver's license, it's mainly the video interviews are the important one. And also their prior experience is important. Yeah. How they respond to pets in general. Yeah, and you invited us a day before. Usually the day or the week before, if I can invite you over for dinner to meet Taco, and even spend the night before we leave at our place to go through all the runnings of the house. Yeah. That's generally what gives everyone peace of mind, not just me, but also the sitter. Would you like to do pet sit by yourself? We would consider it. I think if we were in a position to travel. Yeah, it depends.
Yeah. It just depends. We'll be open to it for sure. I think sometimes the challenge with a pet sit is that there's a greater degree of expectation that the sitter stays at the home a lot. Yeah. And when we travel, we may not want to feel like we're stuck at home. We want to get out and about, so that's not fair on the pet. So it just depends on what type of travel we're in. Okay. Do you think it's win-win situation for both sides? Absolutely. For me, I wouldn't do it because no money changes hands. I wouldn't do it if there wasn't a win-win. I would feel too uncomfortable. Yeah. I have paid for sitters in the past, but I prefer value to sort of be equally measured without money involved. Yeah. And so, to answer your question, yes. Yeah. Thank you for your time. Thank you so much. Yeah, and I'm glad we met and became close friends. We have become good friends, and I'm glad that we've met too. And Tugger loves you. Come back and say hi. He's not. He's off under the shade.